الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجنا فقه الصيام، نتناول فيه إن شاء الله ما يتعلق بأحكام الصيام. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم، فحياكم الله وبياكم ومبارك علينا وعليكم هذا الشهر الفضيل الذي نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالمغفرة والرضا والقبول، وأن يبدل فيه حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال. نسأل الله تعالى في هذه الساعات المباركة وفي هذه الأيام أن ينظر إلينا بعين رحمته وفضله وكرمه، فيغفر لنا الذنوب ويستر لنا العيوب ويحقق لنا ولكم المطلوب، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. شهر رمضان أيضا من ميزه إن شاء الله التي من الله علينا بها أنه شهر يتجلى الله فيه على عباده، وبالتالي يكون العبد هو قريب من مولاه، قريب من ربه عز وجل. وهذا القرب الإلهي يستدعي من الإنسان أن يكون دائم الذكر ودائم الدعاء. فميزة رمضان كما كان يفعل السلف الصالح وكما كان يفعل أولي النهى وأولي العلم أنهم كانوا يدخرون حاجاتهم ومطالبهم لرمضان. فمن كان له بينه وبين الله حاجة من أمور الدنيا أو أمور الآخرة يكررها ويرددها في رمضان، فللصائم فرح عند فطره، فالدعاء يكون فيه مستجاب. وأثناء الصيام مما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه أن للصائم دعوة حتى يفطر مستجابة، وبالتالي أيضا هو دائما يتسحر، وعند السحور أيضا يكون هذا موطن الإجابة. ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من سائل فأعطيه. إذن أنت الآن في رمضان، حتى أنه الذي حقيقة يلتفت إلى آية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ألفت في هذه الآية أنها جاءت في آيات الصيام، يعني كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام في معروف في يعني في آيات الصيام. وإذا تكون أو تقحم هذه الآية في ثنايا آيات الصيام، حتى أنها بعدها يرجع إلى أحكام الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يعني وإذا تجد أن هذه الآية ما الذي أقحمها أو ما الذي جعل المناسبة العظيمة بينها وبين آيات الصيام، دلالة كبيرة على أن رمضان هو شهر الاستجابة. فكأن من سأل الله تعالى: إذا سألك عبادي عني، متى نجد الله عز وجل؟ نجده في أيام ومواسم وأوقات العبادات، نجد الله عز وجل رحمته وفضله واستجابة دعائنا، نجده في أوقات الفضائل والتجليات. ولذلك أوقات التجليات ربما تجتمع، فإذا اجتمعت لا تجتمع إلا في رمضان، فيجتمع وقت السحر أو وقت الإفطار، وقت الإنكسار، وقت الصيام، وقت القرب من الله. هذه هي مواطن الإجابة. الإنسان عندما ينكسر قلبه يكون أقرب إلى الله تعالى، وفي الحديث: أنا عند المنكسرة قلوبهم، فيستجيب له، وهو الجامع العلة المشتركة التي ذكرت في الصائم حتى يفطر المسافر. لأن المسافر تجد قلبه منكسر بطول السفر وهمه وكربه وعنائه، وتجد المريض منكسر فيستجاب عند الدعاء لشدة بلائه، وتجد أيضا الصائم لتركه ما يحب لله عز وجل، فبالتالي هو أيضا في انكسار لفوته أو لغياب عنه ما يحب ويشتهي، وبالتالي هذا أيضا موطن للاستجابة. الثاني أنه الإنسان حين يتخلى عن طعامه وشرابه وشهوته تتجلى فيه أو تعلو فيه أو يعلو ويرقى فيه جانب الروحانية بينه وبين الله عز وجل، فهذا أيضا يقربه إلى الله. ولذلك دائما أيضا هذه علة ثانية لاستجابة الدعاء في مواطن منها الصلاة ونزول المطر والخشوع والخضوع والبكاء، فيكون الإنسان قريب من الله عز وجل بقلبه، وهو محل نظر الله عز وجل. ولذلك أيضا الإنسان عندما تصفو روحه بقلة طعامه وشرابه وشهوته ورقي الجانب الروحي فيه،
هذا أيضا يكون بينه وبين الله، هذا هي العلة الثانية أو الأسباب الموجبة لاستجابة الدعاء، وهي أيضا تلتقي في رمضان. الثالث أن الله وعد الصائمين باستجابة دعائهم، ووعد أنهم كما تركوا ما يحبون كانت مكافأة وهدية، أنه يفرح الإنسان عند فطره في الدنيا قبل الآخرة. هو له فرحة عند الآخرة عندما يلقى الله عز وجل، ولكن فرحته في الدنيا هو أن الله تعالى أيضا يفرحه عند فطره. هذه أيضا هذا وعد، والوعد موجب للدعاء للاستجابة، فهذا أمر ثالث موجب. الرابع أنه تتجلى فيه أوقات الإجابة، هو وقت السحر في رمضان وفي غيره، الليل في رمضان وفي غيره يكون موطن للإجابة. فكيف وقد يكون تجتمع فيه هذه الأسباب التي تكون أقوى للإجابة؟ يعني ولله المثل الأعلى، أحيانا واحد يقدم إلى طلب معين، إلى دائرة، إلى مؤسسة، إلى شخص، فلما يكثر أسباب الموجبة لقبول عريضته وقبول طلبه وبلوغ غايته يكون أرجى للإجابة، وبالتالي كل ما ذكرت تتفق وتتسم في رمضان. ولذلك السلف لفتوا إلى هذا، قالوا إذا سألك عبادي عني، إذا يبحثون عن الله يجدوه في رمضان. لا، خذ أول اتصال. حسن، فضل، حياك الله. السلام عليكم. سلام ورحمة الله، حياك الله. عين شلونك شيخ؟ عيني حياك الله. بياك أني قاعد من الشغل. نعم. ايوه ما اقدر. الو، قاعد من الشغل؟ شغل له ايش؟ ما عرفت السؤال، من الشغل ومن الايش؟ نعم تفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله، حياك الله. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله بالطاعات. يا منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال. عباس من واسطه يعني. حياك الله، كل الهلا. الله يخليك. والله شيخنا عندي زوجتي. نعم. لها 3 سنين عندها وسواس قهري، تصبح وتحس نفسها مو نظيفه. وسواس قهري؟ نعم. ايوه اذتني يعني، حتى علاقه زوجيه ما بيناتها. لا حول ولا قوه الا بالله. اي والله، جاي دعا عليها، جاي تاذيني، ويعني ما اعرف مليت من عندها، مدري شو اسوي ما اعرف. زين، جربت الرقية كذا؟ واحد يقول وسواس قهر، واحد يقول تابع، واحد السوالف هاي. اقصد جربت الرقية، احد رقاها من المشايخ الثقات؟ والله يعني ما فاد وياها. خير ان شاء الله، تسمع الإجابة ان شاء الله مما يتيسر ونعتقد بإذن الله. وبالتالي نعتقد أن الإجابة اليوم كما نقول في رمضان، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيضا من اللفتة هنا أن الله تعالى لم يقل قل على العهد يستفتونك قل، يسألونك قل، إنما كانت الإجابة كأن الله تعالى لا يريد في هذا الأمر واسطة بينه وبين عباده، وبالتالي كانت الإجابة مباشرة إلى عباده الذين يبحثون عن الله، الذين يسألون عن الله. ولذلك هذا شهر ربما دنس الإنسان نفسه وابتعد عن الله عز وجل طيلة أشهر وفيرة، أيام عديدة، وآن له الرجوع إلى الله عز وجل في شهر يخلو بينه وبين الله، شهر يعيد العلاقة هذه التي طالما تعرضت إلى الفصم وإلى الانهيار وإلى الأدران، يعيد هذه العلاقة بينه وبين الله عز وجل في هذه الأيام المعدودات التي يتجلى الله تعالى فيه على العباد وينادي يا باغي الخير أقبل، أقبل إلينا. فالله تعالى جعل لك اليوم ساحة مفتوحة عريضة، أنه تفضل اليوم عندك موعد مع الله عز وجل في هذه الأيام. وبالتالي من العفو، من الحماقة والسذاجة أن الإنسان تفتح له وتشرع له كل أبواب الخير وكل أبواب الجنان وكل أبواب النعيم وكل أبواب الإجابة ويعرض عنها. عمار من ديالى، حياك الله وبياك. السلام عليكم شيخ. سلام ورحمة الله. شيخنا سؤال. ايه تفضل. احنا بالنسبة للقراءة القرآن. قراءة القرآن؟ نعم. قراءة القرآن عندي انا عن طريق الموبايل. نعم. زين، هذا هل يجوز ما يجوز؟ نعم. يعني هسه انا بالنسبة لي عندي قراءة القرآن عن طريق الموبايل. نعم. ان
يجوز ما يجوز يعني. تسمع الإجابة إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟ هاي يعني الدجاج وظيفتك شيخنا. ماشي. عن طريق الموبايل يعني. نعم واضح. يجوز بدون وضوء ما يجوز بدون. نعم 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 واضح السؤال أخ عمار، إن شاء الله جاوبك بالتفصيل. عندك سؤال آخر لو فقط هذا السؤال؟ والله شيخنا على مود الصيام. قيام الليل؟ لا الصيام نوع من اجتمع روايح بالبيت مثلا البخور أو عطوة يقولون يعني مفطر يعني. إيش؟ مفطر. شن هو؟ الروائح. الروائح نعم. العطور. نعم واضح. هل مفطر ما مفطر؟ نعم تسمع الإجابة إن شاء الله تسمع الإجابة. هاي ممنوع لك شيخنا. كل الهلا حياك وياك. الله يحفظك. وبالتالي كما قلنا هذا شهر يعني الإنسان من السذاجة أن يضيعه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال الشقي من حرم رحمة الله، أي في رمضان، إذا لم يغفر له في رمضان فمتى. هذا الشقي فعلا يعني كل هذه أسباب الموجبة الذي يمكن أن يتعرض لواحدة منها فيجتاز القنطرة فيدخل الجنة ويبعد عن النار تغفر له الذنوب، يكون هذا أيضا من مما أن الله عز وجل يريد أن يعني كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نسأل الله لا يجعلنا وإياكم من القاعدين وأن يعرضنا وإياكم لأسباب موجبة لمغفرته ورحمته. لذلك أنصح حقيقة بأن الإنسان يكتب أدعيته التي يعتقد يريدها، حاجات التي يطلبها من أمور الدنيا والآخرة، يعني الآخرة المغفرة الرضا الجنة النعيم هو وأهله وأحبابه يعني. وأما الدنيا فهو ما يريد من العفو والعافية والستر والحفظ وقضاء الحوائج واستجابة الدعاء، يحاول أن يكتب هذه ويرددها في كل أوقات حتى تكون مثل المحفوظة لديه، يرددها هو صائم، يرددها أثناء الإفطار، يرددها أثناء السحور، يرددها في أثناء يعني بعد التحيات في الصلاة، يرددها في كل مناسبة يعتقد أنه يمكن أن يستجاب له مع ثقة. يعني الإيقان بالإجابة مهم جدا، فلا تسأل الله عز وجل وأنت متردد، بل تسأله وأنت على ثقة أنه يستجيب لك، لأنه هو القادر على كل شيء، وهو عند حسن ظن العبد بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فيحسن الإنسان الظن بالله عز وجل أنه يستجيب دعاءه ويقضي حاجته ويستجيب سؤله، يكررها كثيرا. نعم عباس حياك الله. السلام عليكم. حياك الله بيان. يعني الفطر يعني زكاة الفطر. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. يصير يعني مثلا نعم يصير ننطي لأختي يعني. نعم للأخت. تمام. عندك سؤال آخر؟ شكرا. حياك الله بيان. تمام. وبالتالي كما نقول هذه يعني كررها الإنسان حقيقة، هاي فرصة عظيمة جدا أن الله أدركك رمضان وقد غاب عنه كثير. نسأل الله أن يرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين الذين طالما تشوقوا إلى أن يكونوا في رمضان مع أهليهم ولكن الموت أدركهم. نسأل الله أن يغفر لهم وأن ينزل عليهم شآبيب رحمته وفضله وأن يقر عينهم برحمة الله عز وجل وهم في رحابه يتقلبون في نعيمه وكرمه، وأن لا يحزنهم على ما فات منهم، وأن يخاطبهم بأن لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نجيب على أسئلة الأخوة الكرام جزاهم الله خيرا. حقيقة الأخ حسن لم أعرف أنه قال قاعد من الشغل أو من الشرب، ولم أفهم سؤاله حقيقة. سؤال عباس يقول عندي زوجتي وسواس قهري. يعني حقيقة هذا الوسواس أيضا ورد عن بعض الصحابة الكرام أنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يجدون مثل ما نعم. نأخذ اتصال ونكمل إن شاء الله. صالح تفضل حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وسلم. حياك الله بياك. تفضل أخ صالح. حياك الله كل الهلا. شيخ بلد أحمد عندي رغير كيف بلد أحمد عليك. نعم ربنا شرطة في البيت وبتبدأ في ضخم يعني وقام يبلغ صار يعني تحمل على البيت فما ما بيفوت
والله ما عملية من ياخذ 7 ملايين؟ يعني شفنا المستشفى الاهلي يقول 6 ملايين على زوج ترى عمليه مو ما عنده قانون. يعني يقدم على القرض قصدك؟ اي يقدم على القرض. نعم. كل احداث عالقه في جوان كل احداث كل المغرب كل جنب. واضح 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 السؤال واضح السؤال واضح السؤال. حي الله شيخنا. حياك الله حياك الله. ابو ابراهيم تفضل حياك الله. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. والله الشيخ عندي مصخب. نعم. أسقط عندي من وقت داعش. عندك داعش إيه؟ من عف من عفوا الثلوجة. نعم. عفوا مصاحب بالبيوت في سنة ربي. والله السؤال ما فهمته إذا تعيد أكون ممنون. نعم. السؤال إذا أمكن إعادته الله يعزك. أنا من داعش أنا بالثلوجة. إيه. ايه فعفوا مصاحف في البيوت. ها خلوا مصاحف. نعم نعم مصاحف في البيوت نعم. ايه في سبب نبي هاني. ايه نعم نعم واضح السؤال ان شاء الله تسمع الاجابه واضح. شكرا. حياك الله حياك الله حياك الله. طيب اكو اتصال؟ تفضلوا. احمد تفضل حياك الله. الو تفضل احمد حياك الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم. عيني ولات شلونك شلونك؟ عيني كل الهلا. الله يحفظك يسلمك. الله يحفظك. الله يسلمك اخوي ملاتي بلا زحمه. نعم. تفضل تفضل. ملاتي بلا زحمه اني عندي شغل وما اقدر اصوم رمضان. نعم تسمع الإجابة إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟ لا بارك الله بكم. وبيك تسمع الإجابة إن شاء الله تسمع الإجابة. أبو عبد تفضل حياك الله. السلام عليكم شيخ. سلام ورحمة الله وسهلا. شيخ أنا من موصل. نعم حياك الله. شيخ عندي سؤال. أنا موظف بأحد دوائر الدولة. نعم. ورد أقدم على قرض. نعم. وهذا القرض سألنا به كثير يعني يقولون حرام. يا قرض من هنا الإسكان العقار. لا لا قرض عشملة يعني قرض. آه نعم نعم. ساكن أنا ساكن إيجار ما عندي لا بيت ولا. أرد طيب. أشتري أرد أقدم على قرض حتى أخذ لي سيارة. طيب شو سوي بالسيارة؟ والله أشتغل بيت عيني. نعم نعم. تمام تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا شيخ حياك الله كل الهلا. أبو عمر تفضل حياك الله. منقار السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله كل الهلا. الله يبارك فيك إن شاء الله. سورة فصلت. الله سبحانه وتعالى لمن استوى على الأرض قال للأرض ولدك قال ائتنا طوعا أو كرها. نعم. قال ائتنا طائعين يعني بهالحالة الأرض والدخان هي قبل استغفر الله قبل المخلوق لو بعد الشون الدخان قصدك السؤال نعم 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 واضح الله يبارك فيك. والسؤال الثاني اكو فد امور تقلب الامور بس لابد ان نعرضها عليكم لان مثل ما نقول انتشر هذا الشيء والعياذ بالله. نعم نعم. احد رجال الدين تحدث وقال للمرجع الفلاني يقول الرجل يحب لزوجته ان ياخذها من الدبر استغفر الله العظيم. نعم. نتمنى من علمائنا الاشاور ان يناقشون هذا الموضوع الخطر لان تدري انت البهائم وغير البهائم ما يمكن ان تقوم بهذا الشيء. نعم. هذا سؤال مهم والله العلي العظيم ومنتشر بالمنطقه. جزاك الله. عندك سؤال اخر؟ والله هي أسئلة كثيرة بس نمضي مجال نستفيد من الأخوان الشيخ هذه إن شاء الله. جزاك الله خير حياك الله حياك الله.
السلام عليكم. أبو يوسف تفضل، حياك الله. شلونك شيخنا؟ الله يحفظك عيني كل الهلا. شيخنا سؤال عندي، شرب التايجر بلس لحمة حلال ولا حرام؟ التايجر نعم. إيه، ولعبة دومينة. لعبة حلال وحرام. دومينة نعم تمام. شكرا جزاك الله. حياك الله وبياك. تمام إن شاء الله. طيب. طبعا سؤال أخ عباس يقول وسواس القهري، قلنا أنه ورد عن بعض الصحابة الكرام أنه أصيب بهذا المرض، وهذا حقيقة هو ابتلاء من باب الاختبار يبتلى به بعض الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أنه ينفث ثلاثا عند الصلاة، وقال ذلك الشيطان، يقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشده عفوا إلى الدلالة إلى النجاة منه. طيب هنا اليوم ماذا تعمل إذا كان وسواس لا ينفع معها النفث ثلاثا أو عدم المبالاة؟ لأن فقهاء مثلا يقول لك خلاص أنت توضيت، دائما بيوسواس يقول لك لا رجعت كذا كذا، فيقول لك لا تلتفت، توضأ واطلع روحها هي، لا تلتفت أنه لأنه ربما ما غسلت إيدك، ما فعلت ما كذا، خليك على فعلك وتذهب للصلاة ولا تلتفت. قال أحيانا لا ينفع، أحيانا ربما الوسواس القهري يكون فعلا من الشيطان من الجن، إذا مسهم طائف من الشيطان، هنا الحل يكون بالرقية، أذكار الصباح. حقيقة نوصي أنفسنا والآخرين بأذكار الصباح والمساء، المعوذات ثلاثا صباحا ومساء، ينفذ على جسده عند المنام، قراءة آية الكرسي والفاتح وفاتحة الكتاب صباحا ومساء، ومع أوراد الصباح، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشيطان ربي وإن يحضرون، هذه تردد من أوراد الصباح والمساء ثلاثا، وينفث بها على الجسد أيضا، هذه نافعة إن شاء الله، وبالتالي الاستعانة بالله للتخلص من هذا الوسواس القهري الذي ربما يعجز الإنسان عن دفعه. يعني الملاحظ أنه حقيقة حتى أثر على علاقته الزوجية، فهو أتلف عليه يعني الدنيا والآخرة، فكما قلت يحتاج إلى ترداد الأوراد الصباح والمساء، قراءة البقرة في البيت حتى عن طريق المسجل يمكن أن يكون، يمكن عن طريق الرقية الشرعية عند ثقات لا عند من يدعي اليوم من السحرة أو يعني أمثالهم، هذا كله ينفع إن شاء الله ويكون مؤثر على زوال هذا الداء والامتحان عانكم الله عليه. سؤال عمار من الديار يقول قراءة القرآن من الموبايل. قراءة القرآن من الموبايل تأخذ حكم قراءة المصحف، يعني أنت تقرأ عند ختمة عن طريق الموبايل، والآن هنالك حقيقة أعتقد هو برامج نافعة، قضية الختمة، برامج ختمة في القرآن هي تحفظ لك مكان وصولك، وأيضا تلزمك لما تقول أريد ختمة مثلا في شهر، فهي تلزمك يوميا مثلا قراءة 20 أو 21 صفحة، وكأنها تختبرك يقول لك اليوم عندك كذا، وأن وقفت تؤشر له، حقيقة هذا نافع جدا، ولك مثل الأجر قراءة في المصحف لا يختلف عنه. يختلف عنه في قضية مثل ما تفضلت، هي حمل المصحف لغير المتوضئ، يعني هناك خلاف عند العلماء، جمهور الفقهاء لا يرتضون أن يحمل القرآن إلا على طهارة، إلا عند وضوء، وبالتالي لكنه في المصحف لا يشترط هذا. ليش؟ قالوا هذا حكم التفسير، يعني احنا عندنا في الأحكام الشرعية لو أن كتب الفقه اليوم فيها قرآن، التفسير فيه قرآن، إذا كان الغالب غير القرآن قالوا يجوز حمله لغير المتوضئ، فالموبايل فيه البرنامج المصحف وغير المصحف، ربما يكون هو جزء قليل من برمجياته، وبالتالي يلحق في هذا الحكم، لذلك لم يشترط المعاصرون الوضوء والطهارة لحمل الموبايل أو عند قراءة الختمة أو القرآن في الموبايل، فهذا يفترق عن جمهور الفقهاء يشترطون الطهارة يعني في قراءة القرآن من المصحف، هذا الفرق. أما تحسب لك ختمة، تحسب لك ختمة ويحسب لك أجر القراءة ولك فيه الأجر إن شاء الله. أما الروائح لا تفطر الصائم، يعني سواء كان البخور الروائح إلا إذا تعمد إدخالها إلى الجوف، يعني هكذا فتح فمه وأدخل، يعني هذا إشكال عند بعض الفقهاء أيضا، يعني ليس عند الجميع، يعني التعمد في إدخال البخور أو الروائح إلى الفم فيه إشكال عند البعض، أما مجرد الروائح يشمها العطور يضعها كذا كله لا يؤثر إن شاء الله على الصائم، وليس له علاقة حقيقة تأثير، لأن هذا كله يدخل يعني أول شيء من غير إرادة ولا اختيار، وبالتالي أيضا ليس له جرم كي يدخل إلى الجوف.
طيب سؤال عباس يقول زكاة الفطر أعطيها لأختي. نعم الزكاة زكاة الفطر في عملية الإعطاء مثل زكاة زكاة المال العادية في هذا الجانب، يجوز إعطائها للجميع لكل فقير ولكل مسكين أخ أخت إلا للوالدين والأبناء الابن والبنت والزوجة طبعا، هذا الخمسة الذين لا يجوز إعطاء الزكاة أو زكاة الفطر لهم، الأبوان الولدان والزوجة لا يجوز إعطاء الزكاة لهم أو زكاة الفطر، ويجوز لمن عداهم، يجوز للأخت، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقتك لذوي القربى لها أجران صدقة وصلة، فهي صلة رحم ولك أجر الصدقة. وحتى أنه وإن كان في بعض الأحاديث فيها ضعف لكن من أعطى صدقة وله أقارب محتاجون إليها لا ينظر الله إليه، يعني الصدقة الأقربون كما يقال أولى بالمعروف والإحسان والكرم، فمن كان له مال لا يعطيها للبعيد وله أقارب محتاجون إليها، فيجوز إعطاء زكاة الفطر أو زكاة المال للأخت والأخوة كما ذكرت ما عدا الأصناف الخمسة الذين ذكرتهم. سؤال أخ صالح يقول عندي يعني هو شرطي وعليه أقساط ويريد يأخذ عليه 7 ملايين يأخذ قرض، يعني كما نقول في القروض اليوم القروض على نوعين، قروض الإسكان والعقار وغيرها، القروض بين قوسين التي ليس فيها فائدة فقط رسوم مصرفية، هذه جائزة واليوم الفتوى عند بعض العلماء مطلقا تجوز وبعضهم قيدها للحاجة، وبالتالي هذه التي فيها فقط رسوم جائزة، إسكان عقار عاطلين عن العمل هذه فقط فيها رسوم مصرفية وهي جائزة إن شاء الله. القروض الأخرى التي فيها فائدة مثل أم 10 ملايين وسبع ملايين هذه لا تجوز إلا لمضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقد فصل الله لنا ما حرم علينا قال إلا ما اضطررتم إليه، وبالتالي هذا أيضا داخل في التحريم، إلا أنه يباح للمضطر كان عليه دين مثل والديانة ما يصبرون واحتمال يعني يسوون إلى مشكلة ويعتقلوا أو يذوا أو إلى آخره، عند عملية جراحية وما يستطيع أن يعالجها وليس له مال ولا واحد يداين ولا يمكن يأخذ بالأقساط، هذه كلها من صور الاضطرار أو الحاجة الملحة التي تبيح له أن يأخذ القرض وإن كان فيه فائدة، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال أبو إبراهيم يقول عندي مصاحف بالبيت، هذه المصاحف يعني بالبيت تركتها داعش عليهم لعنة الله، وبالتالي كان فيه أن تركها في بيته ووجدها، هذه المصاحف إيش يعمل بها؟ هذه المصاحف هي بالأصل أنها تدخل يمكن أن يكون من باب النفع العام، تجعلها في مسجد تنتفع منها في أحدها، تقرأ فيها تعطيها للناس يقرؤون فيها، فهي غالبها أعتقد والله تعالى أعلم مأخوذة من المساجد، يعني وإن كان الظن الغالب فيها أنها مأخوذة من المساجد فيمكن إرجاع أغلبها إلى المساجد، أو يمكن إعطائها لمن يعني يحتاج لها لقراءة القرآن وليس في بيته مصحف، يمكن أن تنتفع منها بمصحف في بالبيت واحد أو اثنين لمن يقرأها في البيت، كل ذلك لا بأس به إن شاء الله عز وجل، هذا هو الأصل فيها والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال أحمد يقول أنا أشتغل يعني يوميا وما أقدر أصوم لأنه محتاج إلى العمل، إحنا نقول في كل من يعمل لمن يكلف بالأعمال الشاقة أنه يخير ينظر إلى حاله، إذا استطاع عند مال فضلا من المال يستطيع لا يخرج إلى العمل ويكتفي بالمال الذي عنده، ونقول الأولى ألا تخرج، قال لا والله أنا أعمل أجرة يومية وأنا أشتغل وأعيش أهلي على هذا الوارد اليومي، نقول له لا بأس إذا تذهب صباحا نشوف وضعك، إذا عملت مع الصيام تخربطت وضعك كذا وما تستطيع تكمل العمل ولا تستطيع أن، نقول لك حينئذ يحق لك الإفطار، قال لا والله أنا أستطيع أن أصوم لكن يعني مشقة ومشقة محتملة، أنت تقدر ذلك، إذا كانت المشقة محتملة وتستطيع إكمال العمل مع الصيام فلا يعني يشترط أو يشترط لك الصيام، قال لا والله حرج وزحمة ولا أستطيع أكمل العمل واحتمال أتخربط وينزل عند السكر وإلى آخره، نقول لك أفطر وإن شاء الله أقضي يوما مكانه عندما تستطيع في وقت برد عندك عدم عمل في يوم وقت عدم الشغل تقدر تستطيع أن تقضي هذه الأيام، وأعانك الله وآجرك على ما قدمت وتفضلت به من طيب الكسب وجود العمل.
سؤال أبو عبد من موصي يقول أنا موظف ويريد يقدم على قرض، وهو أيضا نفس السؤال. إحنا القرض 10 ملايين وأغلبها بها فائدة حقيقة في مصرف الرافدين. القروض هذه التي كما قلت على قسمين التي تعطيها الدولة، قروض ليس فيها فائدة فقط رسوم مصرفية، الإسكان والعقار، هذه يجوز مطلقا أو للحاجة عند من يرى ذاك. أما القروض التي فيها فائدة لا تجوز إلا لمضطر، يعني عندك دين، عليك التزام لا يسبر الديانة، ما عندك تقدر تسدهم، عندك مريض، هذه صور الاضطرار، عندك عملية كذا، هذه يمكن أن يكون باب من أبواب الاضطرار الذي تدخل من خلاله إلى أن يباح لك هذه القروض التي تحتوي على فائدة. أنت حقيقة يمكن أن تقدر ذلك، أنا لا أستطيع أن أقدر يعني على الفضائيات حالة الأخ مثل أبو عبد أو الأخ صالح، لكن أنت تقدر حالك، بلغت حد الاضطرار، احتمال تتعرض إلى تهلكة، إلى أذى، إلى بلاء، يعني عن طريق المرض أو عن طريق الاعتقال أو عن طريق المشاكل مع الناس، وليس لك طريق، لا دين، لا أحد يقرضك، لا أحد، إلا هذا الباب. فبالتالي هنالك ضرر متحقق ولا وسيلة لرفع الضرر إلا هذا، هذا الشرطان أنت تقدرهما، تجد فيهما، إذن خلاص يحق لك أن تأخذ هذا القرض وإن كان فيه فائدة، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني سؤال أبو عمر في قضية استوى على العرش، ويعني قضية إحنا حقيقة الأمور الغيبية يعني نتوقف عندها عندما أخبرنا الله عز وجل، وهو غيب، بالتالي أنا لا أعلمه، لكن الله تعالى أخبرني خلاص يعني. والمعروف أن الله تعالى نعم يعني قال لها بعد أن للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، لأن الله خلقهما، وبالتالي كل ما في هذا الوجود هو مسير لأمر الله عز وجل، إلا الإنسان جعل الله له شيء من الاختيار، هو في جانب مسير، يعني ما يجري عليه القدر في الموت والحياة والنشور، المرض والداء والابتلاء، المحن، الزوجة، الأطفال، اختيار، هذه كلها ربما يكون الإنسان فيها نوع جانب من التسير، وفيه جانب من الاختيار، هو اختيار للزوجة في هذا اختيار، لكن توفيق الله له هذا أيضا جانب فيه تسير. وبالتالي هكذا الإنسان، ربما الإنسان يسعى للشفاء، لطلب الدواء، طلب العلاج، فسعيه هذا هو طلب الرزق، لكن أن تأتي النتائج تأتي على حسب ما يريدها الله عز وجل. إيش قال؟ قال هذا قدر وهذا تكليف. التكليف الشرعي أن أسعى بما أمرني الله عز وجل، أمرني أن أصلي، أصوم، أنفق، أسعى للعمل، للأولاد، النتائج على الله عز وجل. وبالتالي الإنسان هنالك دائرة يسمى دائرة التكليف، وهنالك دائرة الإيمان، أن أؤمن بالقدر خيره وشره، لكن إيش العمل؟ أن أسعى لدفع الشر، لدفع الضر، لجلب الخير، أسعى ما أستطيع، لأن هذا أنا أمرت به. الأول قدر، قضاء، أؤمن به. الثاني تسيير عمل، عفوا تكليف عمل، أسعى إلى أن أصل له. وبالتالي هذا كان الأمر الإلهي عز وجل، وهذا ما يعرف اليوم، حتى اليوم هنالك ناس وغيره أن هذا الغاز المتولد منه ثم تتولد منه الكواكب وغير ذلك. يعني اليوم الذي يطلع حقيقة إلى اكتشافات ناسا العلمية، الحقائق وليس النظريات، يجد كثيرا منها مطابقة لما جاء به القرآن في خلق السماوات والأرض، في خلق الإنسان، مما حقيقة لم يكتشفه الناس إلا بعد وقت وبعد امتلاكهم آلات كثيرة. لذلك حقيقة نقف جميعا بما ورد، والقرآن الوحيد، الكتاب المقدس الوحيد اليوم على الأرض الذي يوافقه العلم من كل جانب ولا يجد أي تعارض بينه وبين العلم، هو القرآن الكريم، فلله الحمد والمنة، وبه آمنا وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. سؤال أبو يوسف يقول التايجر شرب حلال؟ والله حقيقة لم أطلع عليه، لكن أعتقد هو الأصل فيه الإباحة، لكن حقيقة لا أعرف مكوناته، إذا مكوناته إيش ما أعرف حقيقة، ولا أعرف لعبة الدومينا إيش هي، فلو يعني استميحه أن أطلع عليها من اليوم إلى غد، وإن شاء الله غدا أجيب عنه للاطلاع على ماهية لعبة الدومينا والتايجر، لأني لا أعرف ماهيته. نعم الدومنا، ها الدومنا، نعم لعبة الدومنا حقيقة، نعم لعبة الدومنا، جزاكم الله خير. يعني حقيقة هذه الألعاب عموما هي هنالك خلاف عند الجمهور أعتقد، والقول الراجح حتى لا أتعبكم بالتفصيل فيها،
هذه الألعاب بالعموم إذا تدخل في باب التسلية لا بأس، بالشرط بالشروط. أول أن لا تثير الخلاف والصراع بين الأخوة، يعني ربما تكون تسبب مشاجرة وأذى وقطيعة وغضب وزعل، نقول لا الأولى أنه لا يجوز. قال أن لا تشغل عن العبادة، يعني مثلا تارك الصلاة ويلعب دومنا، نقول لا هاي مشكلة. قال لا والله أنا الصلاة كمل الصلاة وكمل التراويح وإحنا ضايجين قاعدين شباب ما عندنا شيء نلعب، يعني تسلية ساعة ساعتين هكذا، وهي لا تشغلنا عن عمل، لا تشغلنا عن واجب، لا تشغلنا عن طاعة، وما تسبب مشكلة، احنا خلاص نلعب الفائز كذا من باب التسلية. هذه ان شاء الله لا بأس بها ولا حرج. نأخذ اتصال ان شاء الله. صالح تفضل، حياك الله اخ صالح. انا شيخ بلد احمد ما فهمت سؤالي بلد احمد عليك. اي تفضل تفضل جواب عيني. تفضل حياك الله. انت رضيتي مريضة نعم شيخنا. ورجلها شرطي هو، فبنديته تحمل علي البيت عند الاخضر قام يجيب المليون يحط على البيت، فاختي مريضه عاده تبدل صمام كتبه القضاء يعني تبدل صمام فتح يعني صدر خلينا نقول. نسال الله لها العافيه. الله يسلمك رحم الله والديك. فهو ما عنده امكانيه، راح لاربيل اراد منها 7 ملايين، قال ما انا راتبي جانقي الاخصاب مال البيت وما عندي، يقول على الحكومه جاجلون بي يعني يومين باكر اسبوع وشهر، وهي خلط قطيع حالتها تعبانه الى يعني الى درجه لا حول ولا قوه الا بالله. اي فيريد يريد بلكي يعني يقول اقدر يعني شو اقدر يعني اخذ قرض من الحكومه يعني من المصرف على خاف حرام وربا هو حلال. بس هيك جواب الشيخ ولا زحمه يعني الله يعزك، نسال الله لها الشفاء وان يعينكم على هذا الكرب. اذا ما لقى احد يقرضه وما لقى مثلا ان ياخذ بالاجل يعني مع زياده الثمن مثلا الا الدين الا ان ياخذ من هذه القروض يجوز له على وجه الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا ما لقى أحد يقرضه ويعينه ويساعده عندئذ يحق له أن يأخذ هذا القرض لقضية علاج زوجته، أعانكم الله ودفع عنا وعنكم كل مكروه. رحم الله والديك شيخ، وإذا تدعي لأمه اليوم رضوان، إذا تدعي لأمه الله يرحمها توفت صارت 3 سنين، وإذا تدعي لها الباقة قابرتك. نعم الله يرحمها إن شاء الله برحمته وفضله وأن يتجلى عليها بكرمه. أمين يا رب. إن شاء الله حياك الله. الله يديك شرها وأشكرك على الشرح. عيل كل الهلا حياك بياك حياك الله وبياك. نعم نعم. وبالتالي هذه الألعاب كما نقول هي مطلقا يعني الشطرنج الدومنا غيرها غيرها على هذا التفصيل. الألعاب أيضا حتى بالموبايل، هذه الألعاب اليوم التي إذا ما كان هنالك نوع إدمان ونوع كما قلت بها يتعلق ضرر ومشاكل وتشغل عن واجب، عندئذ نقول له الأصل فيها الإباحة. لا والله قال هي تشغل وتسبب إدمان وتشغل عن القراءة وعن الدراسة وتسوي مشاكل وإلى آخره، هي تدخل إن يعني فيما أراد الله عز وجل التنبيه عنه، أن الشيطان يريد منا في هذه الألعاب وهذه الإشغالات أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وبالتالي كل ما يوقع العداوة والبغضاء وقساوة القلب والإشاعة الفحشاء والإشغال عن الفرض يكون حراما. يعني احنا انشغال عن الصلاة مثلا حتى المباحات حتى السنة قد تكون حرام. يعني لو ان الانسان مثلا الوقت لم يبقي الا صلاة الظهر، قال اريد اصلي السنة حتى اصلي الفرض، والوقت راح يدرك ويأذن العصر، نقول له يحرم عليك صلاة السنة الان، يجب عليك ان تصلي الفرض، هاي سنة واجب، العفو سنة وهذا واجب، قدمنا السنة على الواجب وقلنا يحرم عليه، يحرم عليه صلاة السنة هنا. لماذا؟ قال لانه سيشغله عن الواجب وهي الصلاة. نعم وكذلك العاب. نعم عبد القادر حياك الله وبياك. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. شلونك حجي؟ عيني كل الهلا. حجي يعني ما زلت تسلم يعني مو شوية مثل إذا أمكن بس تعلي صوتك لأن حقيقة ما دا أسمعها. أنا الأصوم له نعاس وعلى الأصوم الشباب حياك الله حجي. يعني انت هاي اول سنه ما تقدر تصوم لو دائما؟ يعني دائما ما اقدر اصوم، مثل عندي حيشان فلاشين وعندي مرض يعني مرض نفسي. تمام يعني اقصد هاي متاخرا لو انت صغير هيك يعني لو بس بالاخير لو شو؟ يعني اريد اصوم بس مثل الواحد شلون الشيطان يخش بين الصدر يعني واسع عندي شلون واضح 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 واضح. أعانك الله وشفاك وأعانك على ذكره وشكره وحسن عبادته. أتبع يعني ما نعم نعم تسمع الإجابة إن شاء الله.
تسمع الإجابة. تسمع الإجابة إن شاء الله هسه أجاوبك بإذن الله. عندك سؤال آخر؟ ما؟ عندك سؤال آخر؟ يعني راتب عن موظف عندي فلوس إصلاح. إيه. ما ان شاء الله خير حياك الله وبياك. راح تحكي عن شانته هسه جاوبك ان شاء الله ماشي برضه الصوت راح ما اعرف والله ان شاء الله حياك الله حياك الله. طيب يعني قضيه انه انسان لا يصوم ربما هذا واهس يعني انا ما ادري الذي اراه يعني عندك هو واهس في عدم الصيام يعني خوف او يعني شعور انك لا تستطيع ان تصوم، لو تجرب حقيقه يوم ان تكمل الصيام الى المغرب وتشوف وضعك، فعلا انت ما تستطيع لو هذا فقط تهيئات، تصورات، تخيلات، فانصحك ان تكمل الصيام اليوم الى نهايته وتنظر وضعك هل تستطيع ان تكمل او لا تستطيع. أولى من أنه أنت تبقى في هذه الدائرة حقيقة يعني العفو يعني مرض البواسير أو هذه الأمراض هي ليس قبل الإفطار يعني لا تؤثر على قدرة الإنسان على إكمال الصيام. لذلك أنصحك أن تكمل ولو يوما واحدا أو يومين أو ثلاث إلى أن تتعود خلاص تتعود وما فاتك تقضي. أما مجرد نقول لك أفطر والله لمجرد هذا الواهس مجرد هذا الشعور حقيقة هذا لا يبيح لك الإفطار ما لم يقل لك طبيب ثقة أنه يتعين عليك الإفطار. أما دفع الفدية هذا دفع الفدية هو حقيقة هي فكرة الفدية إحنا عندنا الأصل أن الصيام إذا الإنسان كان مريضا أو على السفر فعدة من أيام أخرى يقضي هذه الأيام في أوقات أخرى. إذا عجز عن القضاء إحنا رح نضطر إيش نعمل نقول لا أدفع فدية أفطر صائما أفطر شخصا ولما تطعم شخصا يكون لك أجر الصيام كأنك صمت هذا اليوم. هذا متى إذا عجز عن القضاء. فإحنا على هذا الترتيب. نعم أبو عباس حياك الله تفضل. شيخنا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخنا أنا من 75 نعم يعني عمري هسه 72 سنة نعم من 75 اي مسوالي عمل. عمل؟ نعم نعم تعرف العمل شنو يعني سحر. نعم واضح. اي فانضربت ببطني. لا بقيت اتعالج لل 81. نعم. بعدين سووا لي عملية. نعم. اي شالوا من معدتي وشالوا ما ادري شو غرض جوا وربطوا لي سوندات. اي. نعم. بعدها صرت زين وقمت رجعت اصوم واصلي الى ورا السقوط. نعم. اي ورا السقوط تقريبا اي 10 سنوات انا على نفس الزبده. نعم. اي هسه هاي صار سنتين نهائيا عايش على الحبوب. نعم. على المسكنات. ما اقدر اصوم. نعم يعني هذا حالة نفسية لو الطبيب يقول لك يعني اكو مرض عضوي موجود الاطباء اللي اروح له يقول لك انت مخبل لا حول ولا قوة الا بالله اي ينطوني دواء مال المخابيل نعم نعم اي زين هذا سبب جسمي يصعد بدمي براسي برجلي يدخل بالقالون يهيج القالون علي لا حول ولا قوة ماكو شيء بجسمي يوجعني صار سنتين نعم 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 ما نام لا بالليل ولا بالنهار نعم الا بالمسكنات لا حول ولا قوة الا بالله اعانك الله على هذا الابتلاء تسمع الاجابة ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نعم ابو عمر حياك الله ابو عمر تفضل الو السلام عليكم السلام ورحمه الله حياك الله بياك الشيخ انا صايم الو شيخ اسمعك تفضل انا سحرت الصبح صار عندي لعبه نفسي جوعت الاكل البطني نعم
نعم بقيت صايم؟ اي بقيت صايم شيخ. اي ما ان شاء الله تقبل الله الطاعات، ما يضر ما يضر ان شاء الله، لا يؤثر على صيامك. اي زعت الاكل اللي ببطني كله زعته. اي ما عندك غير العافيه، ما عندك غير العافيه. يلا مشكور شيخ. عيني كل الهلا، حياك حياك. كم ان شاء الله. يعني هنا سؤال الاخ جزاه الله خير ابو عباس عانه على ما ابتلاه، قضيه السحر، ما يبدو ذلك والله تعالى اعلم. يعني الحل هنالك قضيه ان تاخذ من المجربات في هذا وما ورد عن بعض السلف، تاخذ اوراق نبوغ يعني، وهذه تجعلها تقرا عليها المعوذات في ماء، وحبذا لو كان ماء زمزم والان متوفر اعتقد في الاسواق، وتقرأ عليها الفاتحة وآية الكرسي، وهنالك أيضا المعوذات ثلاثا وبداية الصافات وآيات السحر التي وردت في القرآن الكريم في سورة يونس وغيرها والأعراف، تقرأ على هذا الماء ومع أوراق السدر يكون في هذا الماء. هذا الماء إيش نعمله؟ تغتسل به، تشرب منه، تتوضأ منه، ترش على زوايا البيت وزوايا الشبابيك ونحوها وزوايا الباب. يعني هذه من المجربات حقيقة التي كان يفعلها السلف، وأيضا ورد حتى يفعلها العلماء، ويعني هي من أدق ما وردنا. كذلك أن حقيقة قراءة البقرة تلتزم أوراد الصباح والمساء، أنصحك أخي أبو عباس، كل هذه يعني تخفف إن شاء الله، وتستعين قبل ذا وبعده، تستعين بالله يعني تلتجئ إلى الله، كأن الإنسان أحيانا يحاط بعدو في الدنيا فيلتجئ إلى الله أن يكف عنه هذا العدو، أن يصرف عنه. وهذا أيضا الجن والشياطين من الأعداء التي غير مرئية، فلا يستطيع الإنسان على دفعها إلا بالاستعانة بالله عز وجل بأوراد وأذكار وتحصينات. هذه التحصينات نافعة جدا لك أمام هذا العدو الذي لا تستطيع دفعه. وكذلك كما قلت يعني هذه أوراق النبوغ، أوراق السدر في الماء أيضا نافعة إن شاء الله ونفعت كثير، تكررها ثلاثا خمسا سبعا هكذا حتى يزيل الله عز وجل ما أصابك وما ابتلاك به. سؤال أخ أبو عمر يقول القيء هل يفطر؟ القيء لا يفطر إذا كان غالي يغلبك. القيء عند الفقهاء أو عند جمهورهم، وحكى بعضهم الإجماع، والحقيقة أن فيه خلافا لبعض الصحابة، عموما القيء إذا كان متعمدا يفطر الصائم. يعني لو أن الإنسان مثلا قاء نفسه أو بعملية معينة وأدخل أصبعه، هذا يفطر الصائم عند جمهور الفقهاء، وبعضهم كما قلت حكى الإجماع، والصحيح لا إجماع فيه. ولكن من استقى هذا من استقى، أما من غلبه القيء مثل هذا يعني هو لعبة نفسه وما قدر يتمالك حتى قاء أجلكم الله، فغلبه القيء فلا يفطر الصائم على الراجح والصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا في هذا الشهر المبارك على تقواه وطاعته، وأن يتقبل منا ما قدمنا، وأن يستجيب دعاءنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها، ونسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبة أمره رشدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.